أراءكم ونقاطكم وأصدتكم المرتفعة. فأنا أبغى تصريح بعيدا عن الكلام الدبلوماسي. الدعوة تحدي، الجمهور يتحدى برا، الجمهور مشعل الدنيا عشانكم برا. ايش عندك يا الأسلمي؟ أنا ما عندي، أنا أقول أن الجمهور أو من خلف مناح الأسلمي، من استطاع أن يوصل مناحي إلى هذه المرحلة من البرنامج قادر على أن يجلب لمناحي شيك الإنقاذ في المقام الأول. في المقام الثاني، في حال أني أخذت شيك الإنقاذ، هذا أمر ما هو إن شاء الله ما هو غريب، لكن أنا أطلب من سلطان الدويحس اعتذار بقصيدة، مشان اعتذار شفهي، أما الآن اعتذار بقصيدة في حال أني أخذت شيك الإنقاذ. بيعتذر، بيعتذر سلطان في الريالتي بقصيدة. شوف أنا بعيد قبل النظر عن مناحي عن جمهورة، أنا أقول اللي اخذوا شيك الانقاذ كله مع الصدام ولا يمنون القاره. يا سلام، لا يمنون القاره. هذا هو الكلام يا سلام. تراني جايهم، هذا هو الكلام. تراني جايهم من الليل الشتاء، يا ليل سلام، ليل من الليالي راح اطب عليهم. انا تعجبني روح التحدي. الكل اخوان، الكل اخوان، بس انتم جيتوا هنا تتنافسوا. شوف كل واحد يقول انا الاول. اخذوه باركنا لهم يشتغلون، هذا هو. مع ذلك انا راح يوم من الايام اجحفلهم. يا سلام، هذا تصريح سلطان بعيدا عن الدبلوماسية. انا وراهم، وراهم الزمن طويل. سلام عليك يا سلطان. علي، وش في خاطرك بعيدا عن الدبلوماسية؟ نعيد ونكرر يا شباب، تفضل يا علي. اقول ارد على سلطان العيال، اقول انا جايكم نفس الاعصار، بعصركم عصر خلط عصر. الله 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 يا علي، بمشي واخليك. يا سلام سلم. يا سلام يا علي. نواف، لبيت حاج سم سم الله عدوك. انت منعت من الدبلوماسيه، نبغى تصريحك على لك ولجمهورك وللمشاهد. انا اقول ان شاء الله انه من نصيبي، وان كان جاء بتشوف الشعور وقتها، ما اقدر اوصف لك ذا الحين. ان كان جاء تختلف الدنيا. واقول سلطان وجمهوره على الصدام، وانتم ماخذينه دامني انا هنا. ايوه سلام عليك يا نواف. وازع يا وازع، تبقى نفس الكلام اللي قلناه لزملائك. احنا اول شيء احنا ما نقول، احنا نفعل. الله بعد ان شاء الله اعلنت باذن الله. ما سمعتك، خلصت؟ اعلنت خلاص، احنا ما نقول، احنا نفعل، ما عندنا فعل. الله كلام ما عنده. حلو حلو والله، كلكم فيكم الخير والبركه، وتفعلون كلكم. ولا شك المنافسه لها روح ولها حماس. الجمهور برا قاعد يعلق بالروابط، في كل فقرة ننزل الرابط قاعد الرابط يعلق. هذا من قوتكم، وكل الجمهور يقول لنا أنا الأقوى. الجمهور كلكم يبغاكم الرقم الأول، ولا شك أنكم جيتوا اليوم هنا وفي هالمنافسة كل واحد منكم يقول أنا الرقم الأول. أسلم يا ركان. قال سالم، أقول والله خليته أنا ولا أخذ واحد أخي بعيد عن الدبلوماسية. واحد هذا صدق، هذا والله واحد، هذا صدق، وهذا اللي في خطركم كلكم. لكن تصريح لك ولجمهورك، تفضل يا ركان. والله دام جمهوري معي دائما ما افكر الا بالاول. نعم نعم، عليكم زوجي. والله كلكم كفو، جمهوركم له الاحترام والتقدير. الحمد لله. وتحيه للجمهور العظيم، جمهور قناه الواقع، اللي الله يعطيهم العافيه. اولا اغلى ما على الانسان وقته، اعطيتونا وقتكم، الوقت ثمين ومقدر عندنا. أسأل الله أن يعطيكم العافية، وإن شاء الله يعني أن نقدم اللي يرضيكم ويسعدكم. مهما قدمنا مقصرين معكم. شيك الإنقاذ انتهى أمره وحسم، بس أتمنى من الشباب يزودوني باسم المتسابق الحاصل على شيك الإنقاذ عشان نصدق الشيك. ما ندري وين الشيك الحين، هو نام. بيوصل الشيك، بيوصل، موجود في الحفظ والصون. بس اعيد واكرر، في حال ان احد اخذ الشيك من صالة التميز وطلع من هنا وضاع منه الشيك وجاء وقت البرايم وما هو معه ولا هو مصدق، ما راح ينفعك وراح يروح جهد جمهورك على الفاضي. واضح الكلام؟ واضح. نصدق الشيك ونجيكم. عيونكم قدام يا شباب. الله، والله الاسم صعب، الاسم صعب جدا، الاسم صعب.
والله والله الاسم صعب يا شباب، من قوة الاسم انكسر القلم. والله يا جماعة من قوة الاسم انكسر القلم، انكتب انتهى انتهى. أنا أقول جمهوره لازم يعوضنا، والله لازم جمهور المتسابق يعوضنا. شيك الإنقاذ تصدق، تم التوقيع عليه، انتهى أمره، حسم الأمر راح يكون له حصانة من البرايم، فهو الآن بأيادي أمينة، وإن شاء الله أنه يروح لأيادي أمينة يعني ما يضيعه ويستفيد منه في البرايم، لأنه جهد جمهوره. يا أخي والله الاسم صعب، وعلى فكرة أول مرة يأخذه معي. معي إيه؟ وضح وضح وضح. أول مرة وش اللي وضح؟ قد أخذت شيك الإنقاذ معي؟ لا. فممكن أنك ماهر؟ ممكن لا على الله يهديك. الله لسان حاله ولسان حال جمهوره، لا لسان حاله هو يقول، شو يقول؟ يقول أيدركني الخوف وأنتم ذخيرتي، أنا راكان السلي. في شيء مستحيل برنامج ملامثي، شيء مستحيل برنامج ملامثي. تبغى الدليل شوف الدليل، في صالة التميز، في صالة التميز في الوعد، تعال وخلك مستعد، وش ودك تحقق بعد، في صالة التميز، في صالة التميز. الكاميرا على ركانة يا شباب، خلوا يعيش الريالتي، يعيش فرحته، جمهوره يشوف فرحته، جمهوره قدم له الشيك، الشيك هذا ما جاب الساحل والله، بس خلوه يشخص، خلوا الكاميرا عليه يا شباب. والله شعور ركان وفرحته يستاهلها. طيب لعدمتك حطوا كام بالله يعني كذا. الناصر قال الناصر يقول دقيقه شو اللي حاصل؟ وين يباركون النار؟ هذه ما مباركه، هذا هجوم. هو زايد. فيا ليت من الشباب المتواجدين هناك الاطلاع على الكاميرات واجراء الخصم. الله يقويكم الله يقويكم. يقول بركت الركان بدنا تستريحون بعد اذنكم. يحق له الضيافه لكم وجعل فيه العافيه. يقول بعد اذنك قبل لا تقول بيك المهم والاهم. الله يطول لي بعمرك. الله يطول لي بعمرك. تفضل. الله يطول لي. الهوى الركان يا شباب. يقول الركن ثابت والبشر متحركين، لو جارت الدنيا على الوجه البشوش، ما تبطي الفزعة من أطوال اليدين، حد بالسيوف اللي عن الأول تهوش. قالوا بصوت عالي وكف مكين، بيت تعلى فوق هامات العروش، نعم عيون الشامتين الحاقدين، ونخض بيدينا الأوائل بنقوش، واللي بالأول وحنا حاضرين، والله أني يبطي ما ينوش الفوز نوش. الله 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 عليك يا ركان. عندي كلمة بس ما أدري إنك يا الله يطول. الهوى لك. تفضل يا ركان. كلمتي طويل العمر السلامة مو هو لأخوياي، لأن أخوياي هم عيوني اللي أنا أشوفها بها، وكلمتي ولا هو بالجمهورهم، لأني أنا واحد من جمهورهم، إذا سألت الجمهورهم فكني أسين نفسي. أنا كلمتي صاحب القرار محمد منصور. كلمتي طويل العمر ولا تدري أبى ترفع عن الرد اليوم، جمهوري رد عليك بس وسلامتك. وانت سالم يعطيك العافية، كامل الاحترام والتقدير لمحمد.